السلام عليكم. الكثير مننا يعاني من المشكلة هذه، مكالمات الواتساب، وما في أي خيار نستطيع من خلاله منع المكالمات. كل الشروحات اللي في اليوتيوب كلها كلام فاضي، أنا جربتها كلها ما فيها فايدة. بس أنا اليوم جايب لكم الفكرة كيف طريقة إن إحنا ما نستقبل المكالمات هذه. طبعا الطريقة بسيطة جدا، كما تشاهدون أنا في عندي هنا في الإعدادات، إذا ذهبت في إعدادات الواتساب هنا عندي كما تشاهدون الدردشة، لا مش الدردشة، الإشعارات، هنا عندي نغمة الرنين فاضي، هذه فاضي ما هي موجودة هنا في النغمات، بس أنا نزلت نغمة اسمها فاضي ما فيها أي حاجة، لما يتصل أي شخص ولا شيء ما يظهر عندي أي حاجة. دعوني أريكم. كما تشاهدون الآن أنا بتصل من الجوال الثاني بس ما يظهر عندي هنا، ما يظهر عندي هنا أي حاجة. هنا كما تشاهدون أنا أتصل على نفس الرقم هذا بس ما يظهر، يظهر فقط الإشعار الصغير هذا اللي فوق هنا فقط. طبعا في أحيان تظهر هنا عندي في الشاشة الرئيسية كذا في الإشعارات إنه في اتصال. دعوني أريكم كيف طريقة منع. هذه هي اللي تظهر عندي كذا ولا تظهر عندي في شاشة القفل. طبعا لازم أذهب لإعدادات الواتساب، أطول على زر الواتساب كذا يظهر لي الإشعارات هنا، معلومات التطبيق هنا. بعدين كما تشاهدون عندي إيش مكتوب هنا، الإشعارات، أدخل على الإشعارات، بعدين بروح للمكالمات، إشعارات المكالمات هنا. هنا طبعا لازم أركز، ما إذا عملت إيقاف من هنا لإشعارات المكالمات يرجع، دايما أوقفه من هنا ويرجع يشتغل من نفسه. هذا طبعا خلل من الشركة أو إنه إجباري، يعني يجبروك إنك تستقبل المكالمات. طبعا أنا كيف بسوي هنا، كما تشاهدون عندي الإشعار هذا والإشعار هذا، هذا الإشعار لشاشة القفل وهذا الإشعارات على الشاشة اللي تظهر هنا فوق. أنا فقط أشيل شو اسمه الأسهم هذه كذا، أخليها من غير تحديد وأرجع. بعدين كما تشاهدون الآن عندي اخترت نغمة صامت، نغمة اسمها صامت. طبعا اللي يبحث عن نغمة اسمها صامت إذا موجودة أنا بحطها لكم في وصف الفيديو وفي التعليقات، تستطيع أي شخص يحملها ويعملها شو اسمه إشعار. هنا كما تشاهدون إذا ذهبت في الواتساب في الإعدادات، هنا كما تشاهدون إذا نغمة المكالمات أذهب لها، بعدين هنا عندي كما تشاهدون أدخل على موسيقى الجهاز، بعدين أبحث عنها. أنا كتبت اسمها فاضي، فاضي هذه، هذه فاضي اختارها خلاص، من يوم ما اختارها بتكون نغمة. بعدين أوقف الإشعارات اللي في شو اسمه في شاشة القفل واللي في شو اسمه في على الإشعارات. بعدين خلاص الآن كما تشاهدون ما عندي مكالمات، بس لما أتصل تظهر الإشارة هنا. هذه فقط هنا عندي كما تشاهدون مكالمة فيديو صامتة ما أسمع لها ولا أي شيء. وإذا الاتصال برضو نفس الشيء، اللي هي مكالمة صوتية برضو نفس الشيء، فقط تظهر العلامة الصغيرة هنا فقط، ما يظهر أي شيء، لا صوت ولا اهتزاز ولا شيء. كمان لازم أوقف الاهتزاز من هنا، هنا كما تشاهدون عندي الاهتزاز لازم أعمل له إيقاف. طبعا أنا بحط لكم رابط الصفحة هذه اللي فيها النغمة الفاضي، فقط لازم ننتبه لما نقوم بتنزيل النغمة هذه، لأنه أحيانا هذه المواقع زي كذا لما نجي بننزل لازم نتأكد، لأنه أحيانا ينزل لنا برامج ونثبتها بالغلط. البرامج هذه بتكون فيها إعلانات، البرامج فيها اعلانات، لازم نتاكد ان احنا بننزل ملف واحد فقط، اذا ننزل ملفين نلغيها. هنا كما تشاهدون هذا الملف فقط، هذا الاسم، احيانا لما ينزل ينزل ملف ثاني للتثبيت، هذا الملف يكون فيه اعلانات. اي ما اي صفحه من هذه الصفحات اللي يكون فيها تحميلات اذا ننزل لازم ننتبه للملف اللي ننزله، لانه احيانا ننزل ملف يكون فيه اعلانات ونثبته على انه برنامج، مش برنامج، هذه نغمه فقط، هنا اشاره النغمه.